في مركز شباب مدينة أسوان المطور نشاط كرة القدم من الأنشطة التي تستهوي شريحة كبيرة من كافة الأعمار السنية، ويشارك في هذا النشاط أكثر من 180 من البراعم والصغار، يتم تعليمهم أصول لعبة كرة القدم. من مركز شباب مدينة أسوان المطور تفاصيل أوفر مع الدكتور أحمد محمدين وأشرف عباس. تهتم مديرية الشباب والرياضة بأسوان متمثلة في مراكز الشباب في تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والإبداعية. وفي مركز شباب مدينة أسوان المطور أجرينا هذه اللقاءات حول نشاط كرة القدم بالمركز. أساسيات كرة القدم إزاي بتلعبها؟ تلعب رأس حربة إزاي؟ بتلعب الأول إزاي؟ الحقيقة الأساسيات دي بعلمها للاعب، دول لسه أكاديميات 10 سنين و8 سنين، فبعلمها معايا شوية الحمد لله، يعني كذا لاعب كويسين الحمد لله، وبعض اللعيبة فيهم بتاع 8 ولا 9 ابتدوا ياخدوا على الفرقة كويسين، وفي ناس ابتدت تتكلم معاهم شوية. كرة القدم بتتلعب الأساسية في مصر. يعني شفنا الحمد لله الفتره الاخيره اغلبيه اللعيبه، وشفنا يعني مثلا على كل اللعيبه في مصر هنا، محمد صلاح، في محمد النني الحمد لله، في محمود تريزيجيه، بعض اللعيبه يعني طلعوا ناشئين صغيرين، شفنا من قبل احمد حسام ميدو طلع صغير، نفسي في لعيبه كثيره بتحب الموهوبين. عندنا شيكابالا مثلا من اسوان، عندنا كابتن اسامه رجب من اسوان، في لعيبه من اسوان كتير، يعني بعض اللعيبه يعني مش عايز انسى حد من بعض كباتن عندنا هنا، في لعيبه كتير لعبت من اسوان هنا، فبنعلم اساسي كره قدم للعيبه، ده صغير لسه ما يعرفش اي كره قدم، بيلعب كره قدم، والحمد لله الفتره الاخيره بيجي في فريق كره نسائيه عندنا الحمد لله، اتطورت اللعبه شويه. عبد الله محمود احمد ليا 3 شهور في النادي هنا، معانا الكابتن عادل وكابتن احمد رجب، علمونا كيف نباص والشوط والتماس وده بيت جزاء، واللي حصل له حاجه لازم نساعده. اسمي عمار اسامه زارع علي، انا بلعب في اكاديميه مركز شباب الساحه، بيعلمونا على احسن وجه، معانا الكابتن احمد رجب والكابتن عادل. احسن مدربين يعني في الساحه، بيدربونا بسم الله ما شاء الله، بيعلمونا الاستلام والباص، بيعلمونا الشوط، بيعلمونا المهاره، بيعلمونا ازاي نلعب الاوت. بنتدرب كتير ومدربين على احسن مستوى، وبعلمونا ازاي نباص ونستلم وشوط وضربات الجزاء وحاجات كتيره، وكل مرات تكسيب ومرات تدريب. التسليم والتسلم والتعريض والشب من رجله ووش الرجل مركز شباب مدينة أسوان المطور من أفضل مراكز الشباب على مستوى المحافظة في الاهتمام وبالرعاية بالشباب والشابات والبراعم في كافة الأنشطة الرياضية. مركز شباب المدينة التابع لمديرية الشباب والرياضة بأسوان يقوم بجهود كبيرة من أجل شغل أوقات الفراغ لدى الشباب والشابات والفتيات الكبار والصغار، وذلك من خلال إشراكهم في الألعاب المختلفة ومنها لعبة كرة القدم. كان معكم من داخل مركز شباب المدينة بمدينة أسوان أشرف عباس، القناة الثامنة، قناة طيبة.